اير جوردن 3 بالجوردن 3. السنه دي لا، خلوها تيم لبران جيمس اللي هو في الليكرز. كيفن دوران شوز ده جبار. لبران جيمس كان لابسها السنه اللي فاتت الجوردن 1 لو ترافيس سكوت فراجمنت اوف وايت ال في اوف وايت ال في اير فورس 1. قبل اسبوعين في 20 فبراير كان الاول ستار جيم لسنه 2022، وقلت ادردش واسوي لكم مراجعه للاول ستار جيم وبالذات الفاشن والسنيكرز. مرحبا، انا حمد طاهر ويا هلا فيكم في قناتي. اول حاجه، ايش هو الاول ستار جيم؟ الاول ستار جيم هي مباراه في كره السله الامريكيه الام بي اي لتجمع افضل النجوم في الموسم في مباراه واحده. وهذا مو الاول ستار جيم الاول، الاول ستار جيم ده ليه 71 سنه، هذه المباراه كانت رقم 71. كل سنه غيروا شويه في دي المباراه، يعني زمان كانت المباراه دي بين الويست كوست والايست كوست، بين الشرق والغرب. السنه دي لا، خلوها تيم لبران جيمس اللي هو في الليكرز، كيفن دورانت اللي هو في بروكلين نتس. وتقدر تختار لعيبة من الشرق ومن الغرب عادي، تخلطهم مع بعض في أي تيم، يعني كل واحد، يعني لبران كان في جهة بيختار لعيبة من الويست والإيست، كيفن دورانت كان نفس الحكاية. فكل سنة يضيفوا شوية أشياء جديدة للمباراة دي، أو يغيروا شوية للمباراة دي. الحدث ده مو بس مباراة اللي تلعبت في 20 فبراير اللي هو بين لبران وتيم كيفن دورانت، لا، يوم 18 فبراير سووا مباراة للمشاهير، سيلبرتي جيم، برضو يلعب مباراة سلة، يجيبوا المشاهير في السوشيال ميديا، ممثلين، كوميديان، مذيع، واحد من رياضة تانية، ويلعبوا برضو جيم سلة، يلعبوا مباراة سلة. وغير المباراة اللي صارت بين تيم لبران وتيم دورانت، وغير المباراة اللي صارت بين السليبرتيز، برضو في حاجة، في مسابقة معروفة اسمها سلام دنك. سلام دنك اللي هي مسابقة تصير من أحسن واحد يسوي دنك، اللي هي نطة اللي تسويها في السلة. ما انسى الدنك المشهور حق مايكل جوردن اللي سواه بالاير جوردن 3 بالجوردن 3، واحد من اشهر الدنكات اللي صارت، طبعا هو فاز في ديك المسابقه. وبرضه الدنك المشهور حق كوبي براينت اللي سواه، اللي قبل ما يوقع مع نايكي كان لابس الاديدس، كان كوبي لابس الاديدس وكان موقع مع اديدس كوبي براينت. وبرضه في دنك مشهور لفينس كارتر، من احسن انواع ومن احلى انواع الدنكات اللي صارت، سيبك من الشوز اللي كان لابسه، بس دول الثلاثة من أكثر الدنكات اللي افتكرهم، مايكل جوردن وكوبي براينت وفينس كارتر. ودائما في الأول ستار جيم يكون في حفل غنائي، والسنة دي كان موجود مين؟ كان موجود دي جي خالد، ميغوس، لودا كريس، ماري جي بلاج، مين تاني؟ ليل وين. حفل غنائي مرة جيد، حط لكم الرابط في الديسكريبشن اللي بيروح يشوف. دي جي خالد إيش كان لابس؟ كان لابس الأير جوردن 4 المانيلا اللي باللون الأخضر، مرة نادرة، ليميتد، مرة ليميتد، سعرها من بين 15,000 ل 30,000 دولار إذا لقيت. وبرضو كان لابس الجاكيت البرادا، مرة مشهور الجاكيت ده، أصلا سولد أوت. وبرضو كمان الجاكيتات هذه زي الشوزات، تكون يعني كل ما تشتريها تكون ليميتد وسعرها يغلى مع الوقت. يلا نجي للشوزات اللي تلبست في الشو، وما عندي ترتيب معين. نبدأ بأول شوز كان لابسه كول أنتوني اللي هو لاعب أورلاندو ماجيك، كان لابس التيمبرلينز. التيمبرلينز هذه شوزات زي الكاتربيلر، تقيلة ومرة كلاسيك، كان لابسها في سلام دنك، مسابقة السلام دنك. طبعا الشوز ده مرة تقيل وما تقدر تنط بيه، فهو كان لابسه في السلام دنك كحركة جديدة يعني. طبعا هذه الشوزات التيمبرلينز والكاتربيلر مره كلاسيك، يعني فاشن مره ما تقدم. فات جو كان لابس الجوردن 3 السبيس هيبي، اللي ما يعرف مين هو فات جو، هو رابر معروف اللي غني لين باك. فات جو هذا سنيكر هيد، يعني يجمع سنيكرز، مره يحب السنيكرز، من كتر ما عنده سنيكرز يفكها من البوكس ويلحسها كده، يعني هو يعني معروف عنه الحركه دي من كتر الشوزات اللي عنده جديدة. كان لابس الجوردن 3 السبيس هيبي. اتكلمنا قبل كده على السبيس هيبي بصفة عامة، ان هي شوزات او حملة اطلقتها نايكي انها تسوي شوزات من الريسايكل، فهذا الشوز الجوردن 3 من الريسايكل، حتى من تحت كله بالريسايكل. ياريت اللي ما شاف الحلقة حقة السبيس هيبي 4 اللي سوينا عنها ريفيو يروح شوفها. لاميلو بول كان لابس الام بي 01 باللون البنفسجي. طبعا الشوز ده تكلمنا عنه قبل كده في حلقات اخبار الشوزات، انه لاميلو بول هينزل، يعني نزل قبل كده كم شوز الام بي 01، وتكلمنا قبل كده على اللون الاسود اللي نزله. في الاول ستار كان لابس اللون البنفسجي، طبعا هذا الشوز من شركه بوما. في لون تاني اللي هو اكثر مبيعا واكثر يعني
الناس مرة معجبة فيه اللي هو ريكي ومورتي باللون الأحمر والأصفر، يجي كده لونين مع بعض. لاميلو بول هو أخو لانزو بول، وهذه الشوزات صراحة حقت بوما حقته مرة ناجحة. كان لابس في الأول ستار اللون البنفسجي. توكسان أندرسون كان لابس الكوبي 6، كانت كاستم يعني معدلة، كان مرسوم عليها. بما أنه مكسيكي، اللاعب مكسيكي، كان عليها الكوبي 6 الكاستم دي عليها علم المكسيك. صراحة أنا مرة عجبني الشوز ده. ستيف كيري، هنا هطول شوية يعني في الكلام. ستيف كيري كان لابس كيري 9. اللي ما يعرف مين هو ستيف كيري، أنا مرة يعجبني صراحة اللاعب ده. طبعا عندي الباسكت بول موقع منه، سويت حلقة أمبوكسينج لستيف كيري الباسكت بول، أنا اشتريته موقع منه. مرة يعجبني ستيف كيري، لاعب يلعب في الجولدن ستيت، بطل مرتين. كان لابس الكيري 9، الكيري 9 السيسم ستريت، سيسم ستريت اللي هو بالعربي افتح يا سمسم، وكان لابسها باللون البينك من شخصية أبي كدابي. أبي كدابي اللي هي بالعربي قمرة وشمرة، ما أدري غمرة وقمرة، ما صراحة ماني عارف يعني اسمه، بس اسمه أبي كدابي من شخصية افتح يا سمسم سيسم ستريت. كان لابس الشوز ده، طبعا الشوز ده مو جيد وأنا مو عاجبني وأغلب الناس مو عاجبتهم، بس ستيف كيري باللي سواه في الأول ستار جيم الشوز ده هيصير مرة مشهور. كيف؟ الرجال سجل فوق 50 نقطة وسجل 16 ثري، رقم قياسي، وفاز بجائزة كوبي براينت الـ MVP أحسن لاعب في الجيم هذا. فالشوز ده أكيد هيكون آيكونيك باللي سواه ستيف كيري. في يعني في أحيانا الأحداث هي اللي تصنع الشوزات، زي الشوز الجوردن 12 اللي فاز بيه مايكل جوردن بالشامبيون، اللي لبسه في مباراة الفلو جيم، كان عنده زكمة ولبس الشوز ده. فالشوز ده انشهر الجوردن 12 وصار اسمه الفلو جيم شو. فأنا يعني بس بديكم المثل ده لأنه ستيف كيري اللي سواه في الجيم ده 50 نقطة 16 3، فالشوز ده هيصير آيكونيك. كان لابس الكيري 9 السيسم ستريت الأبي كدابي. بريتني إلينا كانت لابسة كاستم كوبي 5. بريتني إلينا أنا صراحة ما أعرفها، بس واحدة من المشاهير لعبت في مباراة السليبرتي جيم، كان لابسة الكوبي 5 كاستم مرسوم عليها، فردة مرسوم عليها كوبي براينت وبنته جيجي اللي كلهم ماتوا في حادث هليكوبتر، والفردة الثانية كان فيها كوبي براينت وشاكير أونيل وماجيك جونسون أكتر مشاهير للليكرز. فصراحة الكاستم مرة جيد والرسمة اللي في الشوز مرة جيدة. جيلين جرين لاعب الهيوستن روكيت كان لابس الأديدس الجيل زيرو الأندر كراون. طبعا هذا الشوز مرة قديم 2006 مدري 2007 ومرة رير مرة نادر. طبعا ديك الأيام الناس ما كانت تجمع كثير، يعني ما كانت تجمع الشوزات. فلبس الشوز ده هو كولابريشن بين أديدس وبراند لوكل حق ملابس اسمه أندر كراون. صراحة الشوز ده مرة جيد وأغلب الناس كانت تتكلم عنه، عشان كده قلت أقول لكم عليه. جيل زيرو أندر كراون، شوز صراحة مرة جيد، كولابريشن بين أديدس وأندر كراون. برضو شوز تاني قلت أقول لكم عليه، إنه هو جيسون تيتم حق بوستن سلتكس كان لابس الجوردن 36. أنا بس أبغى أقول لكم الشوز ده إنه في جوردن 36، تعرفوا جوردن 1 والجوردن 3 وال 2 وال 4، في جوردنات إلين 36. طبعا في اشكال كثيره انا ما اعرفها، بس جيسون تيتم كان لابس الجوردن 36. قبل ما اقول لكم على ملابس اللاعيبه اللي هم داخلين ايش كانوا لابسين كده، عندي كم لاعب بس ابغى اتكلم على ايش كان لابس. برضو في الحفل ده سووا حطوا الليسته اللي هي 75 في الام بي اي اول تايم، يعني افضل لاعيبه لعبوا في الام بي اي، حطوا 75 اسم. طبعا اول واحد كان مايكل جوردن، لبران جيمس أتوقع كان الثاني، وكوبي براينت كان العاشر. فكانوا برضو في الحفل ده حاطين 75 لاعب الباسكت بول أفضل لعيبة يعني مروا على التاريخ. بس حبيت أقول لكم يعني اللي يبغى يروح يشوف. خليني أقول لكم بعض اللعيبة أو بعض ملابس اللعيبة هم داخلين كده بياخدوا صور. يانس أنتيتوكومبو هذا لاعب البوكس المواكي بوكس، مرة دخل بالكوبي وكده جات الكاميرا عليه، ومرة دخل وهو لابس الجوردن لو الترافيس كوت الفراجمنت. طبعا انتوا عارفين قديش احب الشوز ده وانا حطيته نمبر 1 ل 2021. اخوه ثانيسس أنتيتوكومبو، انا صراحة ماني عارف اسمه مظبوط، هم اصلهم نيجيري يعني هم يونانية بس اصلهم نيجيري. المهم اخوه
كان لابس يا تروفي روم يا الشيكاغو، واحد يعني ما نعرف افرق صراحه بينهم. وهو داخل كان لابس الشيكاغو صراحه، طبعا انتوا عارفين شوزات الشيكاغو كيف. اخوهم الثالث اليكس انتيتوكومبو، معلش اسمه طويل شويه، كان لابس الاير فورس 1 السوبريم. صراحه الاير فورس 1 هي مره جيده، هذه السوبريم بس عليها لوجو بسيط من السوبريم، فشكله كان صراحه جيد ومره كلاسيك يعني. في لاعب اسمه اوبي توبن كان برضو لابس الجوردن 1 لو الترافيس كوت الفراجمنت، شوز السنه حقت 21 بلا منازع. جيلين جرين كان لابس اليزي البوت الاورنج ال 1020 الفي، هذا لسه ما نزل، اتكلمت عنه كثير الشوز ده، اتكلمت عنه في اغرب 10 شوزات ييزي، واتكلمت عنه كذا مره في اخبار الشوزات، واتكلمت عنه في اخبار تانية على كاني، انه هذا البوت اللي باللون الاورنج اللي كان لابسه كاني في دوندا في الحفله حقته. جيلين جرين كان لابسه في الشو ده بصراحة بشكل مرة جيد، وحتى حطه في صفحة الانستغرام حقته يعني. سي جي ماكالن كان لابس الكونفرس الديور، في ناس كتير مرة عجبهم الشوز ده، أنا عجبني الكونفرس العادي الكلاسيك، سي جي ماكالن كان لابس الكونفرس الديور، هو كولابريشن بين كونفرس وديور. كار أنتوني كان لابس الجوردن هاي الأوف وايت اللي باللون الأبيض، صراحة الشوز ده مرة جيد، كان لابس الجوردن 1 الهاي الأوف وايت باللون الأبيض. واحدة من الـ WNBA اللي هو الـ Women NBA اللي هي واحدة من حقون لعيبة السلة بس حقون النساء، كانت لابسة الـ Air Force الـ Off-White الصفرة، صراحة الشوز ده جبار. لبران جيمس كان لابسها السنة اللي فاتت الـ Air Force الصفرة الـ Off-White، هذا الشوز مرة جيد، سعره الآن ترى فوق الـ 2000 تقريبا 3000 دولار، مرة عليه طلب مرة عالي. برضو جيسون تيتم في الدخلة حقة اللعيبة كان لابس الجوردن 1 لو ترافيس كوت فراجمنت، كلهم أغلب الناس كانوا لابسين ترافيس كوت الفراجمنت، صراحة من جد يستاهل يكون شوز السنة 2021. في النهاية سبايك لي، طبعا أتكلمت قبل كده على سبايك لي وقديش هذا تكلمت على شوز جوردن اللي هو جوردن السبايك لي، يا ريت اللي ما شاف الحلقة دي يروح يشوفها، اللي هو ولد سبايك لي اللي مصمم الشوز. المهم ما علينا القصة دي، سبايك لي كان لابس الاير فورس 1 الاوف وايت ال في، اوف وايت ال في اير فورس 1، صراحة الشوز ده جبار، وسووا مزاد على الشوز ده، وصلت الاسعار فوق 300,000 دولار. فسبايك لي كان لابس الاير فورس 1 الاوف وايت اللوي فيتون. في النهاية يا جماعة اتكلمت على الأوستار جيم، شرحت لكم الجيم اللي صار بين دورانت ولبران، واتكلمت على الدنك مسابقة السلام دنك، واتكلمت على المباراة اللي صارت بين السيلبريتي، واتكلمت على الشوزات والأشياء اللي تلبست في الشو ده. ايوه صح نسيت اقول، ستيف كيري كان لابس كده جاكيت وبوت غريب كده مرة حلو يعني هو داخل، لبران جيمس كان لابس كده لبس كلاسيك وهو داخل كده زي السوت. فاتمنى تكون عجبتكم الحلقة، يا ريت اللي ما سوى لايك سوي لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، صفحة الانستغرام الشخصية، صفحة الانستغرام حقت القناة، سناب اللي بيعرف عني برا اليوتيوب، وفي النهاية شير وتيك كير.